اخصائية لثة واخصائية تركيبات، يعني هم هدول اكثر، واخصائي يعني اخصائي جراحة الوجه والفكين، واللثة والتركيبات هم هدول اللي بيزرعوا، وطبيب الاسنان العام بس بالاولى اذا انت عم بتروح انك تشوف اخصائي للاستشارة بس للمعلومة، زي ما قلت لكم خذوا استشارة واستشارتين وثلاثة و يعني اكاديميين، وشوفوا شو النتيجة اللي بتطلع معكم بالسعر، بعدين جربوا تروحوا على مكان معروف مثلا بعروضه بالضبط، المبهرة، يعني سمعت كويس يعني. بالأسعار، وقارن الفرق. يعني أنا أثق جدا بذكاء المرضى، يعني أنا أعتبر نفسي يعني شخص برضو، يعني برضو ما أروح عارف للطبيب. شغلة، في شغلة كتير بنواجهها، إنه والله بيجي عندي مثلا المريض، دكتور شو نوع الزرعة بس اللي بدي تحطها؟ أقطعك يس دكتور، ما تؤاخذني، في معنى اتصال؟ في معنى اتصال؟ أم أحمد؟ أم أحمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، آسفين على التأخير أم أحمد، تفضلي أنت على الهواء. ما مشكلة، يعطيك العافية. الله الله يعافي يعافي عمرك. عمرك. دكتور معلش أسأل الدكتور، تفضلي. يعني أعطيه ملاحظة. تفضلي يعطيك دكتور العافية. تامر تفضلي معك. معك. دكتور أنا شفت إعلانك إنه بتزرع أسنان عن طريق البنك العربي. أقساط. طبعاً لا بس دكتور أنا هذا بكون رواتب هلا هناك مش البنك العربي. صعب انه تعالي على العيادة بشرح لك. انا ام سوري، يعني بنقدر تحت الهواء، خليكي تحت الهواء، بيعطوكي معلومات الخاصة بالدكتور تامر، وممكن تحكي معه وتستفسر بالكامل. احنا باطباء على الهواء بنقدر نفيدكم بالمعلومات العلمية، وعم نحكي عم نناقش المشاكل العامة بال هي حتى بالتسعيرات وهيك شغلات، بس ما بتوخزينا ام محمد، ام احمد، معلومات بليز اذا تحت الهواء ام احمد نعطيها معلومات تواصل مع دكتور خليها تامر دي. تعمل لي دعاية. لا تعمل لي دعاية. مش ناقص الواحد ما شاء الله، يعني اشهر اسم، اشهر من عالم هلا في مثلا اليوم مين؟ ابو نضال الخريشه. معنى اتصال؟ تفضل، انت على الهواء؟ تفضل. احمد، احمد، تفضل احمد، احمد انت على الهواء؟ احمد يا احمد، فقدنا الاتصال، هو معلش شكله سامحونا. دكتور تامر، بدي اسال، ما مدى نسبة نجاح زراعات الأسنان؟ هلا حسب الحالة وحسب الفك. طيب خلينا نحكي عشان نعرف عن ايش عم بحكي، شو هي مراحل زراعة الأسنان بشكل سريع عشان لسه في قدامنا أسئلة نطرحها قبل ما يسبقنا الوقت. هلا لو بتسمح لي بشغلة مثلا، تفضل. قبل ما كان شغلة مهمة، بتيجي عندي مريضة اليوم بتقول لي دكتور شو نوع الزرعة اللي عم تشتغلها؟ فبقولها كذا كذا، بتقول لي وين مصنوعة؟ مثلا بقولها ألمانيا أو سويسرا وكذا. انا حصلت نفس الزرعه المانيه مثلا او سويسريه بسعر اقل. هلا هاي شغله كثير مهمه وبحكيها للناس انا دائما، انت ما عم تشتري قميص، يعني مش عم بشتري، يعني ليس معيار السعر او الجوده وين الزرعه مصنوعه. يعني ممكن انا القى زرعه مصنوعه مثلا في هولندا او ايطاليا احسن من زرعه مثلا في امريكا، والعكس صحيح. فهو مش المقياس بلد المنشأ، هاي الناس لازم يشيلوها من بالهم انه انا زرعه امريكي، يعني هاي يعني شيء اختراع عظيم. لا، انت عم تشتري خبره دكتور، تمام. وحاجه الناس يسالوا عن هاي التفاصيل، انه نوع الزرعه، لا انت اسال عن سمعه الدكتور، خبره الدكتور، هو بيكفل شغل الدكتور. انا مش عم بشتري إذا كان سياره فعلا او عم طبيب بشتري. بروفيشنال، أو خلينا نقول بالضبط يحترم علمه واختصاصه، على الأغلب كل ما يتبع هو جيد. هلا في زرعات اغلى من زرعات، في اوكي. طبعا. هلا مسؤولية الطبيب اللي هو عم ببيعك سمعته، اوكي، انه يختار الزرعة الانسب. هلا بالضبط. في زرعات او انظمة زراعة اغلى من انظمة اخرى، اوكي، كل شيء له حسابه او كل شيء له جودته. هاي قد ايه الطبيب هو حريص على سمعته، على نجاحه، على كذا، هو اللي بيحكم ضميره انه انا ايش اشتري نوع الزرعة. اوكي. معنا اتصال. ام عمر تفضلي. ام عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعالوا لنا الصوت، خلونا نسمع ام عمر.
يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، أهلا عمرك. وسهلا. ممكن أسأل دكتور الأسنان سؤال؟ هاي دكتور تامر الديب معك، تفضلي. تفضلي مع أمه. أم أمه. بدي أغلبك أسألك، أنا عندي طاحونة ملبسة تلبيس إلها 7 سنين، أوكي، وصرت أحس قبل فترة إنه طرفها زي تلخلخ. أوكي، هلا أنا بدي أروح على الدكتور نفسها اللي عملت لي إياها تثبت لي إياها، ما في مشكلة؟ هلا بالغالب حسب وضعية السن اللي تحتيها، يعني إذا السن ما صار في تحتيه تسوس أو ما صار في تعفن أو وأموره كويس مثلا لأي سبب فلت السن، بيقدر الطبيب بسهولة إنه يلبسها ويرجعها مكانها. بس إذا في مثلا مشكلة تحت السن ناتجة إنه والله هذا السن اتحرك، لازم أتحرى وآخذ أشعة وأتقصى عن هذا الموضوع قبل ما أرجعها مكانها. بيعتمد على وضعية السن الساند لهذا التاج أو التلبيسة. اوكي شكرا. ممكن اسال كمان سؤال ولا ما في مجال؟ تفضلي. يلا احسن. معلش غلفتكم. أهلا، قولي يا أم انا عمر. ابني عمره 7 سنين ونص، والاسنان الامنيات نزلوا، اللي حواليهم التنين اللي قدام الامنيات لسه يعني لهلا ما نزلوا، لهم فتره واقعين ولهلا ما طلعوا، في مشكله ولا عادي؟ الأسنان الأمامية صار له فترة مش نازلين. هلا يعني 7 سنين يعني لسه معاه وقت، ما تخافي من الموضوع، بس مو غلط إذا بتشيكي عند الدكتور ياخذ له صورة أشعة يعني يتأكد بنقول من حتى يكون يس أخصائي أطفال بالضبط، يعني واحد يعني. بيطمن أكثر على حاله وعلى صحة ابنه، بس مش شيء تخافي منه يعني. لو عمر 7 سنين يعني غالبا إن شاء الله ما في مشاكل. يعني بس حلو انك تفحصي بهاي الفترة بالضبط زي ما عم بيحكي الدكتور تامر، انه يمكن الاستشارة الطبية حان وقتها، الاستشارة السريرية حان وقتها. شكرا لمشاركتك ام عمر. معنا كمان اتصال، امين العمري تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. السلام. يسعد مساك دكتور، انت وضيفك الدكتور حيا الله دكتور حي تامر الله ديب، اهلا وسهلا. الله دكتور يخليك. كامل لو سمحت كم ملاحظة، انا امين عمري من اربد بحكي. اهلا وسهلا. ملاحظات صغيرة للدكتور لو سمحت. دكتور كامل، ما هي المدة أو الوقت والزمن الذي يجب أن يغير فرشاة الأسنان للواحد؟ يعني بمعنى آخر كل 3 شهور أو كل 6 شهور يغير فرشاة الأسنان؟ هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هل تنصح أن الإنسان أن يفرش أسنانه الواحد عندما تكون في التهاب باللثة، أو يستعمل مضمضة مثل ماء أو ملح أو مادة مضمضة خاصة باللثة؟ أوكي. ثلاثة، ما هي الطريقة الأفضل إلى تنظيف الأسنان عندما تكون الأسنان زراعة؟ هل يوجد نصيحة خاصة أو طريقة خاصة في التنظيف؟ وشكرا لك ولضيفك الدكتور شكرا كامل. على أسئلتك حبيبي، شكرا لك. أوكي، وصلت أسئلتك سيد أمين، شكرا على مشاركتك. دكتور تامر، سيد أمين بسرعة عم بيسأل عن عمر فرشاة الأسنان، تغييرها، مدى جودة المضمضة في العناية، و العناية بالأسنان المزروعة يس. إذا في على صح. بشكل عام الفرشاي ما في عمر معين، انا بحكي دائما للمريض انه اول ما تحسها صارت خشنه غيرها. هلا غالبا اغلب الفراشي انه والله من شهر ل3 اشهر يفترض انه انا اغير فرشاة الاسنان، اول ما احسها صارت خشنه هيك حتسبب لي اذى في الاسنان لازم ابدلها. او بتصير تعطي علامات بالضبط انبعاج تفرش للشعيرات. تفرش يس. اها. هلا الشغله الثانيه، انه لما انا يكون عندي التهاب لثه لازم افرش الاسنان. هلا هذا طباع خاطئ عند الناس، دكتور انا لثتي بتنزل دم فببطل افرشي. لا، دائما الدم معناته في التهاب، التهاب معناته لازم في وسخ، في وسخ لازم اروح هو اللي عم للدكتور يعمل هذا الالتهاب بالضبط، لازم اروح لدكتور اللثه يعالج لي هاي الاسنان، ينظف لي اياها وانظف بشكل اكثر مش انه بشكل اقل. هلا بالنسبه لزراعه الاسنان نفس العنايه اللي تلزم للسن الطبيعي، يعني استخدام الخيط السني، استخدام فرشاة الاسنان، استخدام المضمضه الفمويه، يعني نفس العنايه الخاصه بالاسنان الطبيعيه ما بتختلف. دكتور تامر، قد ايه بسرعه قد ايه مؤلمه زراعه الاسنان؟ غير مؤلمه. غير مؤلمه، كثير بيجوك ناس بيقولوا لك انه مؤلمه. كثير كثير يعني هذا انطباع دائما بسمعوها من بعض، بيكونوا بالضبط بنقلوا بعض المرضى. بالضبط. الاجراء اذا تم بشكل سليم سهل، وكمان كثير بحكيها انه ما تتاخر بالعلاج، انت كل ما بتزيد العظم عم بضمر ممكن تصير بدك عمليات اخرى، يعني مثلا زراعه عظم، رفع الجيوب الانفيه، هاي الشغلات اللي بتعقد الزراعه شوي، بس اذا انا بعالج هاي الامور اول باول وبسرعه لا ما في غير مؤلمه، وانا بحلف لانه يعني دائما بنحكي مرضى انه
انا على ضمانتي. طيب هاي طمناكم يمكن بهاي المعلومه. زراعه الاسنان ما تخافوا منها يعني، والعلم الحديث وفر هلا كثير من السبل. اسهل صدقا، اسهل من كثير اجراءات. الناس متعوده لسحب العصب والحشوه، يعني بنص ساعه فيك تزرع سن زيه زي سحب عصب السن او حشوه من ويمكن غير بعض المراحل يمكن اقل اتوقع يكون عم بتطور بشكل، بالذات زراعه الاسنان عم بتطور بشكل عليها مخيف، صار زخم كثير. يس في يعني في تطور صحيح. رهيب وتحكم بالالم او السيطره على الالم او منع الالم عالي. ناسف على عدم قدرتنا على استقبال اتصالاتكم، انا بعرف انه في كثير اتصالات واقفه، سامحوني. على الفيسبوك. بدنا ممكن تسألوني على الفيسبوك، ممكن تلاقوا الدكتور تامر، ممكن تلاقوني، ممكن تلاقوا نورمينا، ممكن تلاقوا كثير من زملائنا الأطباء، إيميلاتهم موجودة، ممكن تتصلوا بالنقابة وتاخذوا أسماء كل الأطباء الأخصائيين في كل المجالات. نقابة أطباء الأسنان الأردنية في قمة التطور والتعاون ومساندة المرضى، ننصحكم تلجأوا لها في كل شيء. دكتور بدي أطلب منك تقول لي عن خرافات وخزعبلات زراعة الأسنان في عيادتك اللي بتسمعها وما سمعته من حول العالم، ومحاضراتك وسفرك وروحك ومرضاك بالأردن وخارج الأردن، شو تسمع أشياء بتحب إنك تنفيها اليوم تنهيها هلا او شائعات؟ اهم شيء، احنا الوقت عم بلاحقنا شوي، اهم شيء قصة الألم. آه زراعة الأسنان غير مؤلم، هاي النقطة وأول السطر ما نحكي فيها مرة ثانية. آه الشغلة الثانية، المرضى بنحط احنا الزرعات. هلا بالعاده احنا، انت سالتني وانا ما جاوبت. هلا الزراعه فيها جزء جراحي اها وفيها جزء تركيبي. اها هلا اذا بتوريهم على الموديل عندك الجزء هاي هاي راح امسكه الدكتور النموذج. تامر بيحكي، راح افصلكوا اياها، هاي جاب لنا اياها الدكتور تامر معه. هاي مثال عن زرعة الأسنان إذا بتشوفوا، بس راح هاي احطها هيك. يعني لفيل يعني مش اوكي، هاي بتنحط بالعظم. يس هاي فينا نشوف حجمها الطبيعي، اذا ما اللي بعرف هو اذا بتبان على الكاميرا. اها هاي المصغر هالقد يعني، يا بعرف دوب. الزوم يا دوب يجي عليها. اها يعني هي هاي بطول 13 ملي، يعني سنتي اها او احيانا سنتي طول الزرعه، يعني سنتي يعني مش اكثر خلينا من نقول هيك. هيك. تمام. هلا الطبيب يفضل، انا بنصح المرضى اذا عم تخلع ازرع بنفس الوقت، يعني اذا ما في التهاب او ما في مشاكل ما في داعي انه انت تستنى، بكون مكان السن الفاضي موجود. الدكتور فيش داعي يحفر، فيش داعي يخيط، خلاص بحط الزرعه وهي بتلم لحالها، وهذا اسهل علاج، يخلع ويزرع بنفس الوقت. هلا عدا إذا عن كانت هيك، الظروف صحية بتسمح. تسمح. عدا عن هيك الطبيب حيضطر يحط الجزء التيتانيوم في العظم ويستنى عليه شهرين، بعدها الدكتور حيركب السن الدائم. هلا الفكرة احيانا بيكون جزء من الزرعات مكشوف، اوكي اللثه بتتفسخ شوي او كذا، فالمرضى بيخافوا ينطفوا هاي المنطقه. اوكي لا بالعكس، بالعكس تماما، هو العكس هو الصحيح، انه يخلق هاي المنطقه لازم انه انا ما تنقذوا. بالضبط هاي نصيحة، بالضبط هاي من الخرافات اللي حابب تحطها الدكتور تامر إذا شفتوا جزء من الزرعة. داهمنا الوقت، لم نكتفي من الدكتور السكري، تامر دي. السكري والضغط. السكري والضغط، هاي عم بقول لكم ما في الدكتور. مشاكل إذا بتاخذ دواء وأنت أمورك كويسة، أها ما في مشاكل. اللي أوكي بيدخن يخفف دخان. أها خلص حياته خلص لكم إياهم بسرعة. شكرا لك دكتور حبيبنا تامر، حبيبنا مشكور جدا على انا ممنونك على هالبرنامج صدقا. يعني اثرت كثير بفكر، فكر للشارع الاردني اللي عم بيسمع لك كل يوم. شكرا، واحنا حبيبي نتشرف بضيوف مثلك. اعزائنا المشاهدين خليكم معنا للاسبوع القادم، ما تنسوا تحضرونا اطباء على الهواء، رح يجيكم كل سبت ان شاء الله. خلصنا السنه يعني ضلينا نتكلم في الحلقه ما رح نقول فيه كثير، نراكم في الاسبوع المقبل، حلقه جديده وضيف جديد واطباء على الهواء. مجلة الصفحات الطبية الأولى من نوعها في الأردن، مجلة طبية ومتخصصة تصدر عن شركة الأولى للمطبوعات المتخصصة. مجلة الصفحات الطبية، دليلك الطبي في الأردن، حياة ملؤها الصحة.